المستشفى الخاص خنتوش يوفر لكم خدماته الطبية على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، وذلك بفريق طبي مؤهل في جميع الاختصاصات من الاستعجالات إلى الجراحة. نوفر لك كل ما تحتاجه في مكان واحد لضمان تقديم الرعاية الأمثل لك. كما يستقبل المستشفى بطاقة الشفاء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لا تترددوا بزيارتنا والاتصال بنا على الأرقام المخصصة لكم طيلة 24 ساعة في اليوم. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية المستشفى الخاص خنتوش. دكتور زكريا، اسكو مالك تبرع بالدم؟ تحب صح، رحت خطر قبل لا طونسي حافظه ما عاود توليت. ما تولي لهم غدوه، انا ماذا بيا تهبط للشارع وتسقسيهم اسكو موالفين يتبرعوا بالدم، وشنو هما فوائد التبرع بالدم، والكيسيون الشابه قال لي ماذا بيا تسقسيها لهم، شكون هي الفصيله اللي تستقبل كل انواع الدم، والفصيله اللي تقدر تمد لكل انواع الدم. يعني بلغه اخرى اكرم وابخل فصيلتان. الأخ بشير محفوظ، مرحبا بك. بكم لا سيدي. والله صدقني أنا غير قلت أسمك، غير قلت لي أسمك، جاتني ديركت نجيب محفوظ. الله يبارك فيك إن شاء الله. هم قاعد في زوج فنانين، كي هو كي أنا برسام تشكيلي. الله يبارك. أنا هنا في الجزائر داير واحد النحتة فنية في الوزارة تاع التكوين المهني، وأنا خلصت إن شاء الله دوك نروحوا. الله يبارك، الله يبارك، إن شاء الله كل التوفيق في المشوار تاعك. مدام راشدي مرحبا بك. الله يسلمك، رمضانكم مبارك وينعاد عليكم الصحة والهنا إن شاء الله. علينا وعليكم إن شاء الله أجمعين إن شاء الله يا ربي. إحنا يا شوف الحصة تاعنا واسمها صحة صيامكم إن شاء الله. الهدف تاعها هو أن ننشروا الماكسيموم تاع الثقافة الصحية، ثم نسيو نجيبوا الأجوبة تاع الناس، ومن بعدها على حسب الأجوبة تاعهم نعطوا لهم رسالة توعوية حول موضوع ما. قبل ما أسألك سؤال تاعنا راح نقول لك الموضوع وشنو. الموضوع هو التبرع بالدم. اي تبرع بالدم، وش يقول لك؟ يقول لك قطره كي تمدها تحيي روح انسان. ماذا بينا ان شاء الله يكونوا الناس واعيين في هذا الامر. مساء الخير مدام. مساء النور. تعيشي مدام، انت وش رايك في التبرع تاع الدم في رمضان؟ شوف، اولا التبرع تاع الدم ما يقدرش يدير انسان وحده هكذاك تبرع، سافي دير يا ميدسان باش تروح نتايا باش تتبرع، سي لو ميدسان اي لي داكور دابور باش يدير. وثانيا ما لازمش نكذبوا على لو ميدسان كونت اون فوا بلي اوني اون بون سونتي ونعرفوا بلي كلينا مليح شرب نتبرعوا، ما فيهاش مي سي با ان بروبليم. في رمضان هذا اسكو على بالك بلي كاين ناس اللي تقدر تمد الدم؟ إيه نقدر انا لو كان يجيني واحد نمدو، علاه يعني؟ والله غير نمدو لله في سبيل الله. صدقة جارية ان شاء الله. ايوا تقدر تنقذ بها بزاف ارواح. كاين الناس اللي تظن بلي في رمضان ما تقدرش تمد الدم تاعها، واش رايك انت؟ لا ما كاش منها، رمضان يجي بركات ويجيب خير ويجيب قدرات ويجيب اي حاجه. اكزاكتومون. في الفطار ولا في الصيام ولا في رمضان، قدره الانسان واش تقول؟ هذا ما كان. هي على حسب مقدور الانسان، كان اللي يقدر وكان اللي ما يقدرش. اللي عنده صحه جيده وقادر يقدر نورمال يقدر يتبرع، واللي عنده مرض باين يعني ما يقدرش، يعني هذيك حاجه صحيه طبيب هو يعطيه الارشادات نتاعو. ثم كل واحد وبركته. كل واحد وبركته، واللي صحيح انا ننصحه انه يساهم لانه كاع نحتاجوا الدم. وكاينه حاجه ثانيه واحده اخرى، الناس اللي خافوا زعما على الماكله ولا يقدر يتبرع في الليل، مراكز الحقن تاع الدم تفتح في الليل. ما تخافش، الماكله ماشي هي الصح، الروح الانسانيه هي الصح، فهمتني؟ كي يكون انسان واعي وتقف هنايا عامه ويكون طبيب نفسه يقدر يدير كل شيء بلا حتى حاجه، صيام ولا فطار. خلاص. الناس جاهدوا هما صايمين، على ربي عطانا صيام باش نقدروا. الدم يحتاجه كل انسان، وانسان من كي تبرع جزء من الدم تاعك راهي صدقه جاريه، يعني صدقه كيما تصدق المال الانسان ياكل تصدق له دم للحياه. حنا السؤال تاعنا لو كان نسقسيك عليه، لو كان نجيب الاجابه صحيحه تربح
دي بيلون غراتوي عند لاكلينيك خنتوش. والسؤال يقول في الفصائل تاع الدم، احنا الانسان كي يمد الدم تاعو لازم الفصيله تاعو تكون مواتيه صح، وشنا الفصيله تاع الدم اللي تقدر تمد لكاع الناس، وشنا الفصيله تاع الدم اللي تقدر تدي من عند كاع الناس؟ على ما اظن اللي يمد كاع الناس هو الا بوزيتيف. الأونيجاتيف العكس. أونيجاتيف يدي من عند كاع الناس. العكس يدي كاع من الناس وهو ما يقدرش. هو ما يقدرش يمشي. إن شاء الله تكون هكا. جاب لي ربي البي. بي هي تقدر تمد كاع الناس. كاين أو بوزيتيف هو تاع، وكاين أن نيجاتيف ما يستقبلش يدي برك. جاب لي ربي هكا ما عبات لي. أن نيجاتيف ما يدي برك سي صح؟ والبوزيتيف نو ما كاش، ما مفقود جاب لي ربي اللي ناقص صافي. الاو بوزيتيف هو اللي ناقص؟ لا ايه اللي ناقص هذاك او بوزيتيف هو اللي هو اللي عنده. ايه جاب لي ربي هكا نو. معليش انت يا راح تعرفي الاجابه الصحيحه من بعد ان شاء الله كي تخلص الحصه هذه. واش انها الفصيله تاع الدم، النوع تاع الدم اللي يقدر يمد الدم تاعو لكاع الناس؟ C'est le AB positif, c'est un receveur, c'est-à-dire c'est un receveur, non, receveur universel. Mais il accepte le sang, il accepte le sang. هو يقدر يمد كاع الدم تاعو يتقبلوه، هو اللي يتقبل الدم كاع تاع الناس. اما لو او بوزيتيف والاو نيجاتيف هذاك لازم يكون الانسان او نيجاتيف لو ا نيجاتيف لو بي نيجاتيف، صدق لازم يكون الفصيله هي نفسها. يعني الاو نيجاتيف يقدر يمد لكاع الناس، والابي بوزيتيف يقدر يدي الدم من عند كاع الناس. غوسيفير يونيفرسال. اجابه صحيحه، هذه هي الاجابه. مبروك عليك مدام. يسلمك يسلمك. مبروك عليك. وصافي بليزير نلقاو الناس بالثقافه الصحيه هذه، يعني والله فريموسمون ما شاء الله. الله يسلمك ميرسي. وحنا بيان سي ماحش نخلوك تروحي بيديك فارغين، راح نعطوك جائزه. هذا البيلون كومبلي يعني تاع التحاليل التامه شامله من عند لاكلينيك خنتوش عليك هنايا. تلقايها من بعد نفهموك حنا وين جايه. تاخذي ديري بها تما بيلون غراتوي ليك، ولا تاخذي تمديه لواحد من فاميلتك. اوكي ميرسي ميرسي، وصحة فطوركم وصحة رمضانكم وصحة رمضان كل الجزائريين والأمة الإسلامية. الله يعيشك، ميرسي مدام، ربي يعيشك. بصح باينة بلي ماحش نخلوك تروح حتى تحكي لنا كيفاش جوزوا رمضان مع الناس المنيعة. كيفاش نجوزوا رمضان كيما كاع الجزائريين؟ هي كل واحد والتقاليد نتاعو. من الافطار الى السحور الى يعني التحواس في المدينه، كل واحد وطبعه تاعو. هذيك صحراء وهذه هنايا نقارنوها بالشمال، كل واحد وطبعه تاعو. حنا قبل ما نخلوك تروحي ماذا بينا كنت تخلي لنا رساله اخيره للناس هذو في رمضان، كاش ما رساله تحبي تبعتيهم؟ قول لهم انا هذا رمضان اللي جينا بالخير والصحه والهنا، ونقول لهم باللي اللي يحب يدير الخير الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك تبسم في وجه اخيك صدقه، يا سبتكم قطره دم، دم هك تحيي بها انسان تحيي بها امه، ومد ربي مد، وان شاء الله نكونوا كما قالها في ميزان الحسنات، ونكونوا في فعل الخير ومنا القدام. ماش راح تقتلك هذيك القطره اللي راح تمدها ولا ما تمدهاش، تبقى انت. من هنا زف تحياتي كل من يعرف بشير محفوظ من المنيعة الى اضرار، يعني 58 ولايه بالعربيه 0 A 58. الله يبارك. واني في الجزائر تحيه ازفها لكم كل عبر التراب الوطني. بنطلب من الناس يعني تكون مرحمين، وان شاء الله يعني في رمضان هذا والعيد ان شاء الله وجاي يعني الناس ترحم بيناتها ان شاء الله. ايه وربي يهدي كاع لي جون تاعنا. ايه ربي يهديهم يبعدهم كاع من البلا والمصائب، كي ولادنا كي ولاد الناس. امين يا رب العالم. امين يا ربي، بارك الله فيك. فيك بارك الله يسلمك. تخلطت يا منصف الا البي الاو، هي صح لقاوها لا ريبونس بصح بشق الانفس. باش نبسطوا الامور، الفصيله اللي تمد لكاع الفصائل اللي هي الاو، بلو بريسيزيمون الاو نيجاتيف. اللي عنده او نيجاتيف كيما حالتي انسان كريم صح. وكاين الفصيله اخرى اللي تستقبل كاع الفصائل اللي هي فصيله الابي. الاهم من هذا ماشي شكون يمد شكون ما يمدش، حنا حابين نحكيو على فوائد التبرع بالدم. نقدر نعطيكم 5 ولا 6 من نركز على زوج. اول حاجه راح تصوفي فيها اكثر من 3 عباد، دونك اشاك فوا تبرع بالدم راك تصوفي حياه
زوج ولا ثلاثه عباد. الحاجه الثانيه كي انت تبرع بالدم والمستشفى اللي تبرعت له يلقى في الدم تاعك امراض يتصل بك ويصوفيك، تسمى نتايا راك نون سولمون راك تصوفي في الناس مي راك تصوفي في روحك، تسلك في روحك. والحاجه الثالثه انه نتايا كي تبرع بالدم راك دير لا روجينيراسيون سيلول، معناتها الخلايا تاعك راهي تتجدد وهذه نعمه كبيره. بارك الله فيك منصف. ونقول لكم باللي الاهم من هذا ماشي انك تعرف الفاصله تاعك تمد الفان ولا الفلتان، اللي جات بركه. وحنا في المجتمع تاعنا دائما نترفدوا، ولازم تعرفوا باللي دائما نحتاجوا الدم، حوادث مرور، العمليات الجراحيه، دونك لا بونك دي سون راهي محتاجه دمكم، وتبرع بالدم فايده ليكم ولينا. بارك الله فيك منصف. وانتم مشاهدينا طبعا ابقوا معنا في الحلقات القادمه، وما بقى لي الا اني نقول لكم صحه سامه. قدم لكم هذا البرنامج برعاية المستشفى الخاص خنتوش. المستشفى الخاص خنتوش يوفر لكم خدماته الطبية على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، وذلك بفريق طبي مؤهل في جميع الاختصاصات من الاستعجالات إلى الجراحة. نوفر لك كل ما تحتاجه في مكان واحد لضمان تقديم الرعاية الأمثل لك. كما يستقبل المستشفى بطاقة الشفاء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لا تترددوا بزيارتنا والاتصال بنا على الأرقام المخصصة لكم طيلة 24 ساعة في اليوم.